السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا كلكم تمام. اليوم عندنا فيديو مثل ما شايفين بعنوان المقطع، عندنا فيديو سيت أب 2024، السيت أب الذي نحته جبران خليل. لا جبران ما بينحتش. المهم يا جماعة، هذا الفيديو ما راح يكون كثير طويل، بس رح أورجيكم على السيت أب. قبل ما يفوت على الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعطوني رأيكم بالسيت أب، قيموا لي من 10 يا جماعة، أوكي؟ أقل من 10 بحط لي بمحيله التعليق. بس يا جماعة فوتوا على السيت أب. أوكي يا جماعة، خلينا نبلش السيت أب من هون. يا جماعة عنا أهم شيء واللي هي هاي يا جماعة الجالكسي بروجيكتر، تعطي ضوء لكل. شوف الغرفة، الله يا جماعة، الله شوف هيك يا جماعة، كل الغرفة صار نجوم وفضاء، يعني كأنه فضاء، والله مش كأنه فضاء، فضاء هو يعني. جماعة عنا فينوم معلق طبعا، كان بدي لازق أول شيء، بعدين في هون حديدة متحطيت هيدا هون، والله علي لحاله ما أعرف كيف، بس هيك طلع شكله رهيب صح؟ طبعا هون عنا هيدا السبيكر، هو ضو كمان يعني بستعمله، انا بعد شوي بوجيكم عليه. هون عنا الماوس تاعتي القديمه، وهي الماوس تاعتي الثانيه القديمه، وهون عنا والله ما بعرف شغلي هون، بس يعني خد اشيله من هون، ديدرون هولي طبعا. هذا الريموت يا جماعه على الهيدي اللي هي رجعت بعمل فضا، وهيدي للضو العادي، هذا علبه تليفوني ايفون 13 برو، هذا الميكروفون تاعي القديم، هيدا ايرون مان اللي هو رفيقه لفينوم، لا فينوم شرير اوكي. ايرون مان ماسك درع كابتن امريكا، لانه حاضر مارفل بيعرف انه بيو ايرون مان هو اللي عمله درع لكابتن امريكا، فهو الوريث الشرعي لدرع كابتن امريكا. هاي يا جماعه ماوس تاعي اللابتوب، طبعا هذا اللابتوب بس مين ابي الكيبورد فانا شايله عنه. هون عندنا ماستر يودا، هون عندنا والله ما يعني محبين الانمي مشان الله ما حدا يسبني بالتعليقات، والله ما بعرف شو هاي بس والله مروث. هون عندنا ماسكه كنترولر، باني انا محترف كنترولر، انا محترف ما انه بحياتي ما لعبت كنترولر. وهيدي علبة الانترنت 5G طبعا الانترنت. هون المايكروفون الاسطوري اوه. وهيدي يا جماعة من وسط تركيا، سيف ارطغرل، كاي اللي بيتابع ارطغرل بيعرفوا هيدا السيف، وانتوا شايفين هيدا المنظر وراها، الله على الفن والاناقة. هلا يا جماعة بعد هول كله وراي، هلا اذا بنقرب 180 درجة بنلاقي هيدا السيف اب قدامنا. يا جماعة ما تغزوني، هيدا المايك شنقته هون لانه ما عم بيطلع الصوت الا اذا ربطته هون. يا جماعه طبعا حرام نحتاجه الى التدفئه، وهون حاطط هيدا طلع لي لاعب ما كان يطلع لي كريستيانو رونالدو، طلع لاختي كريستيانو رونالدو فقدر الله وما شاء فعل. هون عندنا هيدا مثل هيداك اللي هونيك اللي بعدها انا بعرف شو هو. هون عندنا مسبحه قديمه جدا من التراث الغالي. هون عندنا فورتنايت، وليكن النجوم هون حدي كمان، الله يا جماعه لهون. طبعا معلش شريط الكهرباء يعني مثل ما كنتوا شايفين مخرب الدنيا، والله ما عم لاقي لها حل يا جماعه، لك او ماي جودنس يا جماعه. طبعا بعلق عليها تليفون، انا اللي ممكن ما بيعرف مصور بالتليفون، وهيدا الضوء بس ابيض يا جماعه، ما فيش مبين على الكاميرا اصفر اوكي. هون عندنا سيت اب الجميل الخفيف اللطيف، هيدا الكمبيوتر اللي هون عم بشوف السيت اب، وعندنا هون هيدا الجميل يا جماعه، هيدي شاشه من ايجون 240 هرتز 1 ملي سكند ريفرش، والله ما بعرف الباقي يعني، هو الاشياء اللي بعرفها. هون عندنا كيبورد، اسرع كيبورد بالعالم، منه احسن كيبورد، اسرع جي كي 61، ازرار صفراء يلو سويتشز، هيدا بورجيكم مثل ما شايفين الازرار هون لونه اصفر. وهيدي الماوس باد الجميله الخفيفه اللطيفه، والله بحبها لهالماوس باد وميت فيها، بس في شغله مضايقتني فيها، بس شغله يا جماعه مضايقتني لازم واضحه على الكاميرا هون، وين هون كاتبين اسرائيل مش فلسطين. يا جماعه عندنا الماوس الاسطوري الخفيف اللطيف ريزر فايبر ميني، كثير منيحه واسطوريه يعني ريزر، والله اسطوريه من جنة. عندنا هيدا الرينج لايت شابكه على الكمبيوتر، بستعمله ضوي اوقات مش اول، دائما لما اسوي. هون عندنا الانترنت 5G، تحت المواجهه يكون عندنا سجاده ونحطها كرمال البرد يعني، وهذا الاحلام كمان كرمال واجهتكم اياه. يا جماعه بنوصل للبي سي، وهذا الضوء اللي كنت عم بحكي لكم عنه اللي كنت عينه عليه، هيدا البي سي هون ليك الاضويه، طبعا مبروم الاضويه لثاني ميله، اسمع لقدر اورجيكم. شفتوا صح؟ مواصفات البي سي يا جماعه منها كثير قويه، اي 5 8400 جي تي اكس 1070 وبس والله، بس ان شاء الله هالكم يوم نغير له السي بي يو والجي تي اكس. لا ار تي اكس، حط له ار تي اكس. يا جماعه عندنا وول بيبر الحمد لله، طبعا دائما قولوا الحمد لله واشكروا ربكم على كل شيء. صح نسيت اورجيكم السماعه يا جماعه. والله سماعه اشتريتها مستعمله، كان شوي الميزانيه مضروبه، فشكله واحد كان يعرق كثير لكن مهريه
اوكي انا مامي الام الاكلوه لاي والله بعرف السماعه منيحه بس ضلها تفصل كل شوي اللي في شغله عندي على البث بيعرفوا قد ايه بتعز سماعه. فهيك يا جماعه كنا اخذنا نظره كامله على السيت اب، ما حب الفيديو يكون كتير طويل بس حاب اورجيكم على سيت اب 2024 باذن الله يا جماعه بهيدا السيت اب رح ندمر الدنيا رح نوصل الارقام. انا بضل اطلع حالي عليها والله ما بعرف ان شاء الله يا جماعه بنوصل لاعلى الارقام بهيدا السيت اب وان شاء الله يعني بكره بتذكر السيت اب والله وقتها كان عندي بس 15000. مش هيك يا جماعه بيشوفوا فيديوهاتي 90% من الناس تشوف فيديوهاتي والله العظيم اوكي الله العلي العظيم يا جماعه 90% من الناس بيشوف فيديوهاتي منهم مشتركين والله خصوص الشورتس 100% كان هديك مرة منهم مشتركين. ليش يا جماعة ما تشتركوا؟ اشتركوا وبس يا جماعة يكون خلص مقطعنا. هيدا كان هو المقطع الخفيف لطيف لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم.